أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنشاء منطقة حرة تونسية في العقبة، كما بحثت عددا من القضايا المشتركة والمهمة للتعاون في مجالات متعددة. وتناولت المباحثات التعاون في القطاع السياحي والموانئ والتدريب والتشغيل وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر المتخصصة، إضافة إلى إمكانية التبادل الثقافي بين العقبة وتونس وإقامة الأنشطة المشتركة. وقال بيان صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنه سيتم تنظيم زيارة لعدد من رجال الأعمال التونسيين والمستثمرين إلى العقبة الخاصة للاطلاع على تجربة المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة فيها. وانضم إلينا من العقبة الناطق الإعلامي في سلطة العقبة الخاصة دكتور عبد المهدي القطمين. أهلا بك دكتور. بداية، يعني ما هي ملامح هذه الاتفاقية المتوقع عقدها، وما هي نقاط الاستفادة لكلا الطرفين منها؟ يعني حقيقة هذا الجزء من محاولاتنا الوصول إلى عدة مواقع يعني وأسواق واعدة بالنسبة للعقبة، ومن ضمنها السوق التونسي. اللقاء اللي تم امبارح حقيقة مع السفير التونسي بعمان، يعني تم الاتفاق على أن يكون هناك بروتوكول تعاون شامل في كافة المناحي، بما فيه المناحي الثقافية والاستثمارية والاقتصادية. سيكون هناك دعوة لمجموعة من رجال الأعمال أيضا للقدوم إلى العقبة وللاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الخاصة للاستثمار فيها من قبل إخوتنا في تونس. طيب، ما هي المجالات التي قد تشغلها هذه المنطقة والقطاعات التي يتوقع أن تستفيد منها؟ يعني نحن متوقعين أن يكون هناك استثمار في مجال السياحة، في مجال الألعاب المائية، في مجال الاستثمارات الصناعية الخفيفة اللي ممكن تكون توفرها المناطق الجديدة اللي استحدثناها في لواء القويرة، وهي كلها بتصب بالنهاية في صالح الدعم ونهضة الاقتصاد المحلي في مدينة العقبة. إذا علمنا أن العقبة يعني ساهمت خلال العام الماضي بما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي، نأمل ونتوقع أن يكون العام الحالي أن تزيد هذه النسبة، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان هناك حقيقة زيادة في عملية الاستثمار وتنوع في الاستثمارات المقامة في المنطقة الخاصة. هل هناك أي مدة زمنية يتوقع فيها أن تعقد هذه الاتفاقية وتبرم وتنفذ على أرض الواقع؟ حسب ما تم من مباحثات امبارح بين عطوفة رئيس السلطة وبين سعادة السفير التونسي، متوقع قبل نهاية هذا العام أن يتم ترتيب كافة القضايا والاتفاق عليها وحضور رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين إلى العقبة، وأيضا وضع أجندة للنشاطات الثقافية التي ممكن أن تقام بين الجانبين. أناطق باسم سلطة العقبة عبد المهدي القطمين، شكرا جزيلا لك.